تضموا يا أخوانا تضموا، من أدب مجلس العلم ألا تتفرقوا. لعلكم جميعا بلغكم حديث أبي ثعلب الخشني في مسند الإمام أحمد قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعاب والوديان، فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم: إنما تفرقكم هذا في الشعاب والوديان من عمل الشيطان، مو دروس ولا فقه، إنما في سفر ينزلون في مكان، هذا بيأخذ ظل تحت الشجرة 2 3 4 ودون إلى آخره، يتفرقون. قال: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا لو جلسنا على بساط لوسعنا، على بساط لوسعنا. ولذلك ليس من أدب المجلس العلمي والفقهي ما كنا نراه في دمشق الشام وفي المسجد الكبير، حلقة كبيرة جدا، كل ما كانت كبيرة وفارغة كلما كان العلم قويما والعكس في العكس تماما. ولذلك ينبغي أن نلاحظ في مجالسنا العلمية على الأقل أن نتضامن وألا نجلس بعيدا بعضنا عن بعض، لأن هذا في الواقع له علاقة بصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، كما أن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، فكأنه في حركة، شو بيسموها الحركة الدائمة.